مساء الخير مشاهدينا بحلقة جديدة ومميزة من على 24، إزاز ملون، أشكال منوعة وتفاصيل كثيرة اللي حتكون معنا لليوم مع ضيفتنا كنانة بلال يلي فعلا أبدعت بأناملها بتحويل المواد الصلبة مثل الإزاز والنحاس لأشكال لطيفة فينا نقتنيهم ببيوتنا وعلى مكاتبنا أيضا. أما هلأ خلونا نروح فورا لنشوف الكولكشن تبعها ونتعرف كيف تعمل الأعمال اليدوية والتفاصيل الحلوة الجميلة. اهلا وسهلا فيكي كنانة، اليوم ضيفتي على 24. من المدخل شفت شغلات فعلا كتير حلوه واشكال غريبه ولفتت لي نظري، وعم تتعاملي مع مواد مو كتير من النساء عم يتعاملوا فيها. قبل ما نحكي عن هاي التفاصيل خلينا نتعرف عليكي اكثر. اهلا وسهلا فيكم، شرفتوني ببيتي. ميت اهلا وسهلا. انا كنانة بلال، خريجة ادب عربي. تمام. بلشت الفكره من شي 8 سنين. حاولت انه بصراحه انا ما لقيت حالي بمجال التدريس، يعني بدي اسالك انا صرتي انسه ولا لا؟ لا ما صرت انسه، انه لقيت حالي انه انا بحب هاي القصص كتير، بحب الفن بشكل عام، يعني اي شيء ممكن يلفتني. بقى حاولت بشغلات بسيطه عندي بالبيت، بداياتها كانت شغلات كتير بسيطه بالبيت، حاولت جرب فيها لقيتها انه حلوه. ايه انه انت غيرتي عملتي شيء ما انه موجود بالاسواق. بديت الفكرة منهم. كيف تعلمتي أو كيف تدربتي أو من وين حصلتي على المهارة لحتى أنت مثلا تتقني أنك تساوي هالشغلات؟ هلا هون نحن مثلا عنا نحاس، عنا هذا الإيبوكسي أو الريزن. طب إنه هدول شغلات كتير صعب، بدهم خلينا نقول ورشات عمل. كيف كانت بداياتك معهم؟ هلا انا لما بديت بالقزاز كانت القصص بسيطه كثير، انت بتجيبي تمام بتجيبي الالوان من المكاتب. ممكن يصير عندك اخطاء طبعا، بتنتزع القطعه معك كثير، بتكبي قطعه كثير، بس من هالتجارب بتتعلمي. يعني اكيد انت ما بتتعلمي حتى لو كنتي عم تاخدي مثلا دورات او انه مثلا ممكن انت عم تاخدي دروس، بس لما بتجربي تبدا القصه اكثر، يعني بيصير عندك خيارات لتطوريها يعني، وتعرفي اخطائك فيها مره على مره. بس بديت بهي الافكار هيك، انه رسمت على الكاسات، حبيت الفكره، انتقلت لشغلات تانية، ممكن على السيراميك رسمت، وطبعا السيراميك كان له الوان خاصه فيه، وكان بده مثلا فرن، يعني في شغلات مختلفه من ماده لماده يعني. خلينا نقول لما خلصت الازاز اتجهت شوي للخشب. الخشب كتير حبيت التعامل معه، كتير رسمته، مثل عندك القطعة اللي هون على الطاولة. لما استخدمتها حسيت انه لازم يكون إلى مواد عازلة، مشان لما بتستخدميها أكثر وأكثر يضل يعني اقدر حافظ على القطعة، خصوصا انه قطعة فنية واخذة وقت بالشغل، فأنتي الأفضل انه يكون تحافظي عليها. هلأ بعدين دخلت ورق الذهب مع الإزاز، وهي الفكرة كتير كتير كانت حلوة. شوفي كيف عملتها على صواني، على صناديق، ممكن على صحون ضيافة. فالفكرة كانت انه انا رسمت على الازاز وبعدين دخلت ورق الذهب، وكمان عزلته بطريقه بالخشب انه انت تقدري تستخدمي يعني للاستخدام، ممكن تضطري تجليها القطعه تغسليها ما يصير لها شيء ابدا، ما تنتزع. فهي الفكره كثير حبيتها واشتغلت عليها كثير، منا لوحات، منا مرايا عملناها هون، صناديق. بعدين فكرت انه كمان لازم غير، يعني بشكل دائم لازم يكون دائما في كل فتره من فترات شغلك كان في تغيير. تمام. بعدين اتجهت للإيبوكسي اللي هو أو الريزين، كنت كتير عم شوف عنه يعني شغلات وحبيت جربه. لما جربته كتير بصراحة تعذبت فيه، لأنه يعني بقوله كتير صعب، كتير صعب، بده درجات حرارة وبده عناية، لأنه يعني ما يحرق الشخص اللي عم يستخدمه. تماما هو ريحته كتير قوية، يعني بده يكون عندك مكان خاص بعيد عن الأطفال كمان، يعني إنه كتير له روايح وبصراحة يعني شغله بده دقة، لأنه هو بنسب معينة بدك تحطيه. هلأ إن شاء الله حأشتغلكم قطعة يشوفوا المشاهدين كيف هي ممكن كيف بتكون وكيف بتصير، يعني هي من مواد سائلة يعني تركيب معين بتعمليها بنسب معينة لتصير قطعة صلبة كتير، مثلا مثل عنا هي القطعة. شوفي هدول كانوا يعني أنا عملتهم، شكلت لهم مثل قالب خاص بهالمناسبة. هلأ يعني كل فترة طبعا مثل ما قلت لك إنه كل مناسبة لازم يكون في إلى طابع خاص فيها، يعني ليكون في شيء مميز ودائما يكون في تجديد. اما
أما هلأ خلينا نحكي عن إقبال الناس. شفنا قطع فريدة من نوعها مثلا مثل هذا الدف، هو شرقي والألوان اللي عليه شوية عطيته طابع خلينا نقول مودرن. تمام، خلينا نحكي عن الإقبال وخلينا نحكي عن عملك. هلأ بالنسبة لإقبال الناس، أنا عندي صفحة على الفيسبوك بعرض فيها أعمالي، كل شيء جديد بنزله طبعاً بتفاصيل عن القطعة ليقدر الزبون لما بده يختار يعرف هو شو من شو مصنوعة كل قطعة وشو المواد المستخدمة فيها. بالإضافة أني بشارك ببازارات طبعاً بمناسبات معينة، هذا الشيء كمان خلى إقبال الناس أكثر وعرفوني أكثر يعني. والحمد لله كتير عم يحبوا الشغل كونه في تنوع، يعني كل مرة بيكون في شيء جديد بألوان جديدة بطريقة جديدة، وهي بتختلف أذواق الناس. يعني ناس بتحب هاي القطعة، ناس بتحب قطعة تانية. مثلا مثل هذا الدف كتير نال الإعجاب لأنه هي الفكرة بحد ذاتها غريبة يعني، وأنا حاولت أنه هي قطعة يدوية يعني حتى شغلها يدوي. حتى أنا الإزاز لما بستخدمه بحاول أنه جيبه الإزاز المنفوخ، يعني شغله يدوي حتخلينا نقول تكون القطعة يدوية الصنع وبكل تفاصيلها. تمام. مو بس بشغلي أنا. تمام. بالنسبة للأشكال مثل ما شفنا أشكال متنوعة وغريبة، من وين بتستوحي أفكارك؟ هلا هي الفكرة أهم شيء إنه أنت لما بدك تشتغلي قطعة مو فورا تبدي فيها وتشتغليها. طبعا كل مناسبة وإلى طابعها الخاص. تمام. يعني هلا أنا لما بدي أشتغل بأيام رمضان بده يكون في شيء مثلا روح لرمضان. مثلا أنا استخدمت كتير، اشتغلت على الطرابيش، اشتغلت لصحون ضيافة التمر، اشتغلت كمان المزاهر. تمام. يعني كل مناسبة خصص لها شيء. بالنسبة للمواد سهل تأمينهم؟ هلا المواد سهلة نوعا ما يعني، بس هي شو الصعوبة انه تجيبي انت المادة تيجي تستخدميها. هلا انا لما استخدمت الايبوكسي بصراحة هو مو بما انه مادة جديدة، فلما استخدمته كتير انتزعت عندي قطع كتير، يمكن لقدرت بس اعرف النسبة اللي لازم استخدمها، شو الالوان اللي بتكون افضل، يعني اقبال الناس عليها. هي كونه الشغل جديد لسه الناس ما عم تتقبل فكرة انه هي القطع انه فينا نستخدمها. يعني انا عندي مثلا الصينية اللي على الطاولة انه هي فيني استخدمها انا، انه لسه شوي لا هم بيعرفوا ازاز لا بيعرفوا. هي فكرة كتير جديدة بس انا حبيت هذا الشيء انه انا لازم اعمل شيء جديد، انت تكوني يعني تحطي يعني روحك بالقطعة. وانا حبيت كمان يكون بحكم شغلي بالشيء اليدوي، فحبيت يكون الطابع الشرقي هو الغالب على كل القطع او اغلب القطع خلينا نقول. حبيت دخل الميلويه بكل شغلي، هذا يعني ملفت صراحة. يعني رسمته على الكاسات، رسمته على الخشب، رسمته على الصناديق، وكثير نال الاعجاب وكثير الناس حبته، فانا صرت تابع فيه. يعني كل مره نزل الميلويه بطريقه مختلفه عن اللي قبلها. يعني عملته كمان على اللمبديرات كتير، الفكرة كانت حلوة فعلاً. فأنت مثل ما هلأ شايفة كل الناس مثلاً حتى بالشام القديمة بهي الأماكن صحيح. كله عم يعتني بهي القصص، يعني بيجيبوا الميلوية أو الرسمات، فحسيت الناس كتير حبتها. مادة الإيبوكسي هي عبارة عن مادة لزجة نوعا ما، يعني نخلطها مع المثبت المصلب تبعها. طبعا بالنسبة بنسب معينة حسب تختلف من نوعية لتانية. مثل هما أنا شايفين في عنا الألوان هي. صرنا بالمراحل الأخيرة للقطعة، طبعا بدنا ننتظر عليها لتنشف. بعد ما أنا دمجت الألوان وحصلت يعني وصلت للي أنا بدي إياه من اللون، بحطها بالطريقة اللي أنا بدي إياها عليها. يعني أنا بدي هذا اللون الأزرق يبقى هون، رح يبقى هون. تمام، بدي 24 ساعة. هاي مش ممكن نستثمرها؟ هلا هاي ممكن تكون ساعة. حلو. ممكن تكون طبق تقديم. ممكن تحطي لها ايدين وتصير صينية. حلو. ممكن لها فنجانين قهوة. بدي اتشكرك كتير على كل شيء قدمتيه ولح تقدميه، وعلى كل الافكار الحلوة. حلو. وعلى كل الاشكال عن جد المميزة يلي عم تطرحيها، ودائما لح تطرحيها لحتى تكون يعني انتقاءات ببيوتنا. شكرا. بدي اتشكرك. اهلا وسهلا فيكي حبيبة قلبي.